نعرفوا احنا الفريق المنافس اللي هو فريق محترم على الميدان نتاعو اللي ما يضيعش في النقاط. حاولنا بالرسم التكتيكي نتاعنا باش نقصوا شويه من نقاط الضعف نقاط القوه نتاعهم سامحني. ما ربي وافقناش في نهايه مباراه على اثر كره ثابته سجل بهم هدف، مبروك عليهم الانتصار. واحنا ما عندناش علاش نحشموا الخساره هذه، نقدروا احنا ونحضروا المباراه الجايه نتاع الملعب نتاعنا بسهوله في مزار الشرق. اكيد بعد النتائج السلبيه فرقة النسيابيه اليوم ممكن حتى انتصار اليوم سامي القفصي، ممكن الوضعيه قد تصعب، لكن ان شاء الله الجاي خير باذن الله. لا ولا لا تو صحيح خساره توجع كما تعرف في ممكن في اخر مباراه تبقينا مازالت البطوله طويله. احنا الفريق كي خدينا تو عندنا شهر ونص قاعدين نخدموا وقاعدين نتحسنوا في المساواه نتاعهم. صحيح على مساواه النتائج مازالت ما تبعتش، اما الاداء نتاع الاولاد والوقفه نتاعهم في الميدان تحسنت. ان شاء الله في المباراه الجايه نتاع النجم الساحلي ناخذوا النقاط نتاعنا، ناخذوا ان شاء الله والانتصار نتاعنا ان شاء الله.